أريد أعرفكم على أم حسين، ثاني أعظم طباخة بالعالم. سوت كل الطبخات ونجحت وياها، بس دوم بأكلها أكو شي ناقص. طبخة القوزي والبرياني والدولمة والكبسة أكلها كلش طيب، بس دائماً أكو شي ناقص. أم حسين قررت تلقى حل وتشوف شنو مشكلة الأكل. غيرت الخضرتشي والقصاب والسوبر ماركت اللي تشتري من عندهم، بس ما تغير شي. حتى الجدر غيرته وما استفادت شي. فكرت إنه النحس جايها من المطبخ وغيرته، بس للأسف أم حسين ما عرفت شنو مشكلة الأكل. أم حسين عرفت إنه الحل هو التغيير، بس ما عرفت شنو تريد تغير. احنا عرفنا شنو التغيير اللي لازم تسويه أم حسين. لازم تغير التمن. أم حسين اقتنعت تغير كل شيء إلا التمن، لأن التمن صعب تغيره أي طباخة. وبعد عراق طويل ويا أم حسين اقنعناها تجرب ولو مرة إنه تغير التمن. ومن جرب التمن الوليمة بالطبخ عرفت أم حسين شنو كان النقص. أرز الوليمة حباية تسوي فرق كبير. عرفتوا شلون أم حسين صارت أحسن طباخة بالعالم؟